حضورنا اليوم مع السلطات المحلية بولاية بويرة هو انطلاق موسم الحصاد والدرس للجهة الشمالية بعد ما تم انطلاق بالجهة الجنوبية، وإن كان نجاح كبير ومردود جد وهام. اليوم انطلقنا هنا في انتظار انطلق بنفس العملية الجهة الشرقية. هو الشيء اللي نسجله اليوم، هو الشعار اللي نمشي به اليوم، هو شعار الإنتاج والإنجاز. الإنتاج الحمد لله بعد ما نفذنا قرار السيد رئيس الجمهورية اللي مولنا الفلاحين بالبذور والأسمدة مجانا، اليوم هو رجع الخير تاعو، يعني هذا هو القرار الأول. القرار الثاني هو المرافقة، مرافقة بالدعم يعني بالكهرباء الفلاحية اللي خلت الفلاحين يعني كان عندهم يعني تشجيع، زادوا يعني انخرطوا في المسار. هو العمل الثالث هو يعني استراتيجية اللي وضعها السيد رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي للجزائريين عن طريق الزراعة استراتيجية. اليوم انطلقنا في برنامج اللي جاء به السيد رئيس الجمهورية، هو وضع شبكة قوية للتخزين.